لا توجد مناطق آمنة في خاركيف. تطلب السلطات من السكان التزام منازلهم، فقد قتل يوم أمس نتيجة قصف العدو 5 من سكان المدينة وجرح 15 آخرون. لا يمكن للقوات الروسية السيطرة على خاركيف، لذلك فهي تقصف المناطق السكنية مستخدمة المدفعية بكل وحشية ضد المدنيين. في الأيام الأربعة الماضية وحدها أسفر القصف الروسي في خاركيف عن مقتل 18 شخصا وإصابة 106 آخرين. هذا ليس سوى إرهاب ممنهج. قذائف الهاون والمدفعية تتساقط على الأحياء السكنية ضد المواطنين المدنيين. يوم الماضي حرر الجيش الأوكراني جزءا من المنطقة، من ضمنها بلدات بازيليفكا وليبيجاي، أجزاء من كوتوزوفكا. في منطقة مالايروفان تتقدم القوات الأوكرانية باتجاه الشرق. يواصل الغزاة الروس محاصرة خاركيف جزئيا مع محاولة قصف مواقع وحدات العسكرية هناك بهدف توسيع رأس الجسر على الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دانيتس وتهيئة الظروف للانتشار السريع للقوات. يحاول العدو إجراء استطلاع بالقرب من المناطق السكنية في بلدات زافودي ودميتريفكا ودوبرا برافني، ولكنه خلال المعارك تكبد خسائر وأجبر على الانسحاب. تم حث سكان إقليم لوهانسك على الإخلاء قبل فوات الأوان. طلب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرهي هايداي من الأوكرانيين المغادرة على الفور في المنطقة التي يدور فيها القتال. في اليوم الماضي قتل مدنيان وأصيب 4 آخرون في زالاتوي، كما أصيب 6 من أفراد الشرطة إثر قصف تعرضت له مدينة ليسيتشانسك، فيما دخل المحتلون مدينة كريمينايا وتجري الآن معارك في الشوارع. المكان الأكثر سخونة اليوم إضافة إلى باباسنايا هو بلدة كريمينايا. هناك قتال عنيف بداخلها. دخل الجيش الروسي بالفعل إلى هناك مدججا بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات. لقد طلبنا حقا من السكان المغادرة وحاولنا تنظيم إجلاء لهم عبر مسارات في الغابة، ولكن كل شيء تغير بين عشية وضحاها. في اتجاهي دونيتسك وتافريتسكي يستعيد العدو القدرة القتالية ويجدد الإمدادات ويحاول تحسين الوضع التكتيكي لوحداته وتكثيف القتال. كما يواصل المحتلون الروس قصف بلدتي سيفيرسك وبوكروفسكي. تركزت الجهود الرئيسة للعدو في مناطق بلدات ليمان وكريمينايا وباباسنا وروبيجني في محاولة لفرض سيطرة كاملة على مدينة ماريوبول. إضافة إلى ذلك نفذت عمليات هجومية في اتجاهات سيفيرودونيتسك وباباسنا وزاباروجي. فاءت محاولات المحتلين الروس للسيطرة الكاملة على ماريوبول بالفشل، على الرغم من مواصلة قصف المدينة بالأسلحة الثقيلة، لكن المدافعين الأوكرانيين صامدون ولن يستسلموا. صرح بذلك رئيس الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف. لن يستسلم المقاتلون هناك وسيدافعون حتى النهاية، وأنا على ثقة تامة من قدرتهم على الانتصار الذي يمهد لتحرير ماريوبول، ورجالنا الصامدون هناك هم أبطال حقيقيون. تتوقع هيئة الأركان العامة أن يواصل الغزاة الروس القتال من أجل الوصول إلى الحدود الإدارية لإقليم خرسون، حيث يتواصل القصف الروسي على مواقع القوات الأوكرانية في اتجاهات ميكالايف وألكسندريفكا. في اتجاه يوجنا بورسكي يركز العدو جهوده الرئيسة على التمسك بالمواقع ويواصل إطلاق النار على مواقع قواتنا في الاتجاهات المؤدية إلى ميكالايف وألكسندريفكا. ومن المتوقع أن يستمر العدو في الأعمال العدائية للوصول إلى الحدود الإدارية لإقليم خرسون. أوكرانيا تدافع بقوة عن سيادتها، والمقاتلون الأوكرانيون لديهم الحافز والعقيدة القتالية والتصميم على النصر. في الدنباس جرى صد 12 هجوما للعدو في يوم واحد، وتم تدمير 10 دبابات و20 عربة ومركبة مدرعة و5 أنظمة مدفعية معادية.